ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه، يعني انا وكتير جدا من الناس متفائلين وحاسين ان ستتوالى الخبطات الفتره الجايه، وخصوصا بعد الدفعه والحافز المعنوي الفظيع الغير مسبوق اللي حصل امبارح. دي هتدي دفعه فظيعه للمنتخب السعودي، وان شاء الله ان شاء الله يصعد المنتخب السعودي. ونتمنى كمان يعني نفس الكلام بقى يتقال بعد كده على كل المنتخبات العربيه المشاركه، اللي تعثر منها واللي تعادل منها الى اخره. بنتمنى اكيد للاربع منتخبات العربيه كل النجاح وكل التوفيق، ويا رب ان شاء الله يا رب تيجي علينا الايام اللي يكون المربع الذهبي يعني للمونديال فيها في يوم من الايام في نسخه من النسخ يكون عربي خالص باذن الله. تعالوا بقى ندخل على طول في كلامنا المونديالي. امبارح طبعا حضراتكم اكيد تابعتم الماتش، يعني كان يوم جميل حقيقي على كل العرب في كل مكان. يعني من زمان ما شفناش الفرحه العارمه دي، ولا حتى فكره الالتفاف الكبير حول منتخب عربي، يمكن من ايام كاس القارات لو حضراتكم تفتكروا ماتشات مصر مع البرازيل ومصر مع ايطاليا في 2009 وبعدها الجزائر في مونديال 2014. امبارح الكل كان في حاله فرحه عارمه بعد الفوز التاريخي للمنتخب العربي السعودي على واحد من اقوى منتخبات العالم، منتخب الارجنتين فاز عليه بهدفين مقابل هدف في سابقه نادره الحدوث في تاريخ المونديال. امبارح السعودية عبرت عن نفسها بمنتهى القوة وقالت بشكل عملي ان المستحيل ليس سعوديا. والحقيقة ان نجاح المنتخب السعودي برضو اكيد ما جاش من فراغ، برضو هنتكلم مع حضراتكم ان شاء الله في حلقتنا النهاردة بالتفصيل ازاي وصل الاخضر السعودي لهذه المرحلة. يعني فكرة انه امبارح يغلب ويحرج منتخب قيمته السوقية اضعاف اضعاف اضعافه حاجة عظيمة جدا، منتخب فيه ليونيل ميسي باسمه وتاريخه ومعاه مارتينيز هداف انتر ميلان والدوري الايطالي ودي ماريا نجم اليوفي وطبعا غيرهم كتير، احنا بنتكلم على منتخب تقيل جدا. فاللي حصل امبارح ده حاجة عظمة الحقيقة. انا مبسوطة بس تاني هرجع اقول انا مبسوطة بس منتظرة بعد كده او القادم من السعوديه، يعني الواحد مش عايز بس ان هو يتخدع او ان هو يعني تروح بقى احلامه خلاص كده احنا عملنا اللي علينا، احنا ما عملناش لسه حاجه. انا بتكلم احنا بمعنى ان احنا كلنا كعرب، انا ما بتكلمش بصيغه هنا السعوديه، كلنا كعرب بنقول ان احنا السعوديه يعني بتمثلنا عملت اللي عليها، لكن لسه دي الخطوه الاولى بس يا كريم، يعني زي ما اتقال كده بدايه موفقه لكن لسه مشوار طويل جدا. نتمنى ان الموضوع الفرحه او الانتصار او الاحتفال ياخد وقته بس ما يطولش قوي عشان في لسه امام السعوديه طبعا يعني ماتشات مهمه جدا، حتى وانت صدرت الان المجموعه بس لسه قدامها يعني لسه شوط كبير جدا وتحديات اكبر كمان. خلينا بس نتكلم كده لو هنقيم بصراحه سريعا، لا السعوديه لعبت ماتش رائع، كنا بنقول ده امبارح وقلنا برده هرجع اكد هذا الكلام، قلنا لو احنا خسرنا او السعوديه خسرت يعني ده مش هيزعلنا، بس لو لعبنا كمان وحش ده اللي كان هيزعلنا، لان المنتخبات العربيه اللي اتاهلت شفنا ماتش قطر وكان في بصراحه تخوفات كده من اللعيبه، انت لازم تنزل يبقى عندك ثقه في نفسك، لو ما عندكش ثقه اكيد ده هينعكس للخصم بتاعك، ف يعني الموضوع هيفرق بشكل كبير حتى لو انت فنيا ممكن تكون في نفس المستوى او افضل. فده شفناه مع قطر بصراحه، لكن ما شفناهوش مع السعوديه يا كريم، لان فعلا السعوديه كان عندها اداء اكثر من رائع. ولو هنرجع كده شويه وندي كريدت، انا عايزه اتكلم عن المدرب بقى، وانا هطلق عليه مدرب عبقري بصراحه لو هنتكلم عن هيرفي رينارد، هذا المدرب الفرنسي المخضرم حقيقي، يعني لو هنرجع بالسي في بتاعه كده بقى ونتكلم، ما فيش منتخب مسكه يا كريم الا وحقق معاه انجاز، سواء بنتكلم عن زامبيا، عن كوت ديفوار اللي كمان توج معاهم بلقب امم افريقيا وبعدين رجع بعد كده للمغرب عشان يشارك في المونديال بعد غياب كام سنه بقى 20 سنه. أيوة. فدلوقتي أيوة. هو لو هنتكلم في اخر محطاته او في المحطات الحاليه هو بيبدع مع منتخب السعوديه بصراحه الحق يقال. كمان اللي خلانا امبارح منبهرين الى حد كبير ان انت بتتكلم ان هو في تحكم فمفاتيح اللعب، مفاتيح المباراه من بدايه هدف الارجنتين اللي سجله ميسي طبعا، واللي الناس كلها قالت لك خلاص المباراه كده خلصت وغيره، يعني من ضربه جزاء لغايه كمان نهايه الوقت الضايع من الشوط الثاني لو احنا فاكرينه، كمان كان يعني في فكر تكتيكي كان اكثر من رائع، في ذكاء شديد جدا او دهاء وقع يعني يقدر ان هو او قدر بيه ان هو يوقع لعيبه الارجنتين كمان في مصيده التسلل اللي احنا شفناه اللي افسدت الهدفين الحمد لله اللي سجلهم يعني الارجنتين. فلا في لعب حلو، يعني انت مش امبارح يا كريم فزت بضربه حظ مثلا او ان انت فزت كده كان الكوره ماشيه معاك، لا انت كان عندك تاكتيك حلو جدا على الارض قدرت من خلاله ان انت فعلا تفوز. فدي نقطه كانت كويسه جدا.